المغزى من هذه الوقفه اللي المسيره اللي منظمين اليوم هو اساس اننا نوصلوا الصوت ديالنا الى كل الجهات المعنيه، الى كل المسؤولين، الى السيد رئيس الحكومه السعد الدين العثماني، على اننا ما هذه الا معركه اوليه. سوف ان شاء الله غادي نخوضوا معارك نضاليه حاسمه حتى تحقيق المطالب، الا وهي الشغل في اسلاك الوظيفه العموميه، مجانيه النقل، مجانيه الصحه، مجانيه التعليم. حنا اليوم كنوصلوا الرساله ديالنا الى كل المسؤولين الحكوميين سواء القدماء سواء الجدد، وبالتالي كما كتشوفوا جميع المعاقين جاوا من مختلف المدن المغربيه من اجل ايصال هذا الصوت، ومن اجل ايصال المعاناه، ومن اجل ايصال الحرقه اللي كيعانيوا منها الاشخاص بوضعية الاعاقه بجميع شرائحها. هذه مسيره وطنيه لجمع كلمه المعاقين، وهي مسيره غير مسبوقه، حدث تاريخي بمناسبه احياء ذكرى الشهيدين صبير الحلوي وميلود الحمراوي، وتحت الشعار من اجل انصاف ذوي الاعاقه. لاول مره كنستطيعوا نجمعوا هذه الكميه الكبيره من المعاقين لمواجهه كل الممارسات التي تعمل على اقصاء هذه الفئه من المواطنين ضدا على القوانين، بدءا بالاتفاقية الدولية ومرورا بالدستور وصولا الى القوانين المنظمة كقانون الاطار. حتى حاجة ما كتطبق في هذه البلاد كاين كثير من الاقصاء. احنا مع الدخول السياسي مع الحكومة الجديدة نثير الانتباه من خلال هذه المسيرة الى ضرورة ايلاء هذا الموضوع الاولوية التي يستحقها، ونرجو ان نجد الاذان الصاغية. نحن مفتوحون للحوار ومفتوحون للصراع ايضا، سنسالم من سلمنا ونعادي من حاربنا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.